عاصمة عاصمة نسكول. اليوم 9 مارس 2020، اليوم احنا في كارثة صحية، في كارثة صحية بأتم معنى الكلمة. يا سيدي فرنسا هي ثاني دولة أوروبية بعد إيطاليا اللي تعلن فيها الكورونا، عندها 1126 حالة كونفيرمي، 1126 حالة كونفيرمي يعني متأكدة، مهيش في الحجر الصحي، مهيش في الحجر الصحي. 1126 هذه فرنسا، ماتوا منها 19، وزير الصحة متاعهم يطلع للطب وللسبيطارات وللكلينيكات وكل ينب ويقول لهم رانا وصلنا للبلان بي، فما بلان ان بلان بي بلان سي، يعني بلي تاب تروازي تاب. البلان بي هذايا يعني سي كارثة، البلان سي اذا وصلنا للبلان سي يعني ولا وباء، يعني ولا وباء سي سي معش فيها. سؤالي بالله لوزير الصحة متاعنا ورئيس الحكومة متاعنا وسي رئيس الجمهورية سي قيس سعيد، يا اخي تفدلكو يا اخي، وينكم بالحق؟ وينكم؟ رانا في مصيبة، رانا في كارثة، رانا عنا صغار، راو صغارنا يمشوا للمدارس، راو صغارنا في الليسيات، رانا نركبوا الكيران، رانا نركبوا في التاكسيات، رانا في المتروات، راني نمشي للجزار والخضار والكوشة تاخذ فلوس صرف. المصيبة فك الفلوس الصرف كي تمسها يا اخي عادي، زعم كان تقولوا لنا اغسلوا يديكم بالباهي وعملوا لو ماسك، يا اخي نورمال هذا؟ وتقول وتطلع وزير الصحة ويقول ثم كان حالتين متأكدين منهم والباقي إشاعات، يا أخي على شكون تضحك أنت؟ يا أخي تستبله في شكون؟ تستخف بشكون؟ شنو هو هالاستخفاف والاستبلاه؟ شنو هو هذا على شكون؟ تشوف يوميا أجور، شوف قداش من بطو ومن طيارة داخلين خارجين فرنسا إيطاليا فرنسا إيطاليا وجايين لتونس، يا أخي شنو حالتين؟ تي قلت لك فرنسا ثاني دولة بعد روما، واحنا ما شاء الله علينا الجالية التونسية في فرنسا وفي روما خيرات، واجوغ شوف قديش من الناس داخلة خارجة علينا. بالحق احنا في مصيبة، وين الوزير؟ وين رئيس الحكومة؟ وين رئيس الدولة؟ يطلع ويقول زوزك هو الباقي اشاعات، والله يعطي الصحة. ليه وشو الحاجة الباهية الاخرى اللي عملها؟ قالك يا سيدي مش نقصوا من رحلات من وإلى إيطاليا. الله يبارك الله فيك، والله يبارك الله فيك. السعودية قطعتها جملة، معاش فما مشي وجاي، معاش فما سفر، قطعت الرحلات جملة نهائيا، وانت تقول مش نقصوا. انت هو اللي أول واحد جاب الوباء، الله أعلم هو ولا مش هو، مش يخبر على روحه وحده أصلا. أنتم ما فقتوش بيه كي هبط من البتو، شوف صبور قداش من واحد معاه، شوف قداش من واحد جاء، شوف مس قداش من حاجه، شوف سلم على دارهم، شوف قداش من واحد عرضوا في الثنيه وبيسوا. يا اخي وينكم؟ يا اخي وينكم؟ تقولوا حالتين برك والباقي اشاعات، يا اخي يا اخي وينكم؟ بالحق